أسست شركة الخليج للملاحة القابضة مشروعاً مشتركاً مع شركة سكوربيو للخدمات القابضة المحدودة، حيث سيتم تسمية المشروع المشترك بلاك مارلين لإدارة وتشغيل السفن، وسيتم إطلاق المشروع بثماني سفن، 4 من كل شريك. ومن خلال تبادل الخبرات ستقدم بلاك مارلين مجموعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية للمالكين عبر قطاعات الشحن المختلفة ونماذج التشغيل المتعددة.